يعني العمر رقم، ما بنتي عندي حدود، مفروض الروح الشباب بالروح. بالنسبة لحكم أبو البصل البالغ من العمر 64 عاما، العمر مجرد رقم ولا توجد حدود أمام ممارسة الرياضة التي تجعله يشعر ببهجة الحياة، فقد شارك بحماس شديد في سباق للمشي في عمان، وكان من بين 400 مسن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر شاركوا في سباق للمشي امتد لمسافة 2.5 كيلومتر في العاصمة الأردنية. فأنت بتعطي حافز لنفسك تستمر بالنشاط وبال... ما يعني الإنسان شوف بحكي لك شغلة، الفرشة بتحب صاحبها، اللي بينام عليها بتكيف عليه الواحد، يعني أي مرض أي شيء اقهره بالحركة بالموفمنت. الهدف من هذا الحدث كما يقول المنظمون هو تسليط الضوء على كبار السن وتشجيعهم أيضا على ممارسة الرياضة. هلا الهدف من المبادرة انه اي حدا وصل لهذا العمر انه ناكد له انه هو ما في شيء مستحيل، وانه لسه بتقدر تعمل رياضة وبتقدر تطلع وبتقدر تمارس حياتك بطريقة طبيعية، وانه الرياضة شيء منيح ولازم كل حدا يضل يلعب رياضة ويسوي ويدير باله على صحته، وانه اللي وصل لهذا العمر 60 وفوق مش انه خلص وقف لازم يقعد في البيت وهيك، بالعكس هم فئة مهمة زيهم زي الشباب. تأتي هذه المبادرة الرياضية الصحية ضمن مساع وبرامج تنفذها أمانة عمان من خلال مشروعها عمان مدينة صديقة لكبار السن، وشملت هذه المبادرة عدة فقرات ومسابقات منوعة وتكريم الجهات الداعمة مع توزيع جوائز على الفائزين بالسباق وجوائز طردية أيضا للمشاركين.